طبعاً طبعاً مدينة غريان كباقي المدن الجبلية واللي تعاني من ندرة المياه في وشح المياه في المنطقة نفسها، المدينة تعتمد اعتماد شبه كلي على مياه النهر. النهر متوقف من يوم 15/6 في 2019، ممكن جانا يوم ولا يومين النهر ومتوقف. المدينة تعاني من نقص المياه، تعاني من ارتفاع أسعار صهاريج نقل المياه بالسيارات الخاصة نظر لقلة مادة الديزل الوقود، وكان القطاع المتكرر للكهرباء. الشركة تحاول أنها هي تغطي جزء من المشكلة بصيانة بعض الأبار اللي تم صرف مبلغ مخصص لها من قبل المجلس الرئاسي لبلدية غريان، واللي حاليا بادين إن شاء الله وبدينا في أول خطوة اللي هي صيانة بير الرابطة، وأمس الشركة المنفذة جت وبدت تشتغل وإن شاء الله الأمور كويسة. وحتى تو مشروع النهر إن شاء الله نحب نبشر مواطنين مدينة غريان وباقي مناطق الجبل أن اليوم كنت في اتصال مع مهندس علي الحبشي رئيس جهاز تنفيذ مشروع النهر، أن اليوم بإذن الله تخش المية لخزان النهر ويتم منها التوزيع لباقي الخزانات. والله سبب انقطاع مياه النهر هو الاعتداءات المتكررة من في المسار المخصص للجبل هنا ولخزان بوزيان. المسار هذا يتعرض لجميع لكثرة التعديات عليه في المسارات، وحتى جهاز النهر منظومة الحساونة عندها مجموعة من الأبار خارج الخدمة ما عادش تغدي المية، يعطفها للمسار اللي هو مسار طرابلس الساحل الغادي، وإحنا بالنسبة لمسار الجبل فيه شوية تجاهل لنا، وزايد عليه قلت الاختراقات اللي صايرة فيه. من أهم الصعوبات تواجهكم أنتم حاليا خاصة احنا؟ والله من اصعب الاشياء اللي تواجهنا هي قصدي قله السيوله ان ما تقدرش تشتغل الا بمخصص مالي مخصص ليك. الشركه تحاول كشركه عامه المياه تحاول ان تغطي جميع، لان شركه عامه مسؤوليه ليبيا تحاول تغطي جميع الادارات. احنا كاداره منطقه الجبل الغربي بقعه جغرافيه كبيره، حاولنا مع قله المخصص المالي زي ما قلت لك المصروف لينا ان نحلوا بعض المشاكل بتجهنا للصيانه وتجهنا ما عادش قدرنا نفذوا مشاريع جديده، ما عادش قدرنا نفذوا خطوات جديده. عندنا مجموعه سيارات نقل مياه خاصه بشركه حتي تعقد ان شاء الله مع شركه العامه للشاحنات في تجوره بتباشر ان شاء الله السبت في صيانتها، ومجموعه الابار زي ما حكيت لك ان تبدا في عندنا 13 البير طبعا زي ما تشوف في الشعار هذا نتاع المجلس البلدي غريان ان بدينا في صيانتهم مع شركه خاصه لشركه السديم لحفر سد الابار. هذو الابار حيحلوا المشكله نهائيا في مدينه غريان؟ نهائيا لا، لكن يغطوا جزء من المشكله، لان هي طبعا البلديه يوجد بها قريب 20 بير يشتغل، لكن ما تغطيش ان المدينه مدينه كبيره 200 الف نسمه وما يزيد، ما مش حيغطوها 30 ولا 40 بير يشتغلوا. زيد على ذلك قلة الجهات الرقابية على المياه هذه وين تمشي، لأن الخطوط تاعت الأبار حتى متعدية صاير لها تعديات في مساراتها ما عادش توصل للمية. في مناطق عندنا مجموعة مناطق كويسة المية فيها، لكن أغلبية المناطق ما توصلهاش المية. وزي ما قلت لك أنا زاد الكهل المواطن أثقل بالارتفاع أسعار السيارات الخاصة.